السلام عليكم، معكم رئيس نادي الزيمة الرياضي الأسخاص في ولاية الإعاقة بسمعية إقليم اليوسفية. أولا كنشكر السيد ياسين المتوكل على هذه الاستضافة بالمركز المتعدد الاختصاصات بإيغود تكريما للبطل سهيل الشدلاوي للإنجازات التي حققها في كينيا. كما كنشكر الشكر موصول إلى السيد عامل صاحب الجلالة على تشجيع لهذه الفئة. بسم الله الرحمن الرحيم، كنقدم لكم أولا قبل كل شيء كنقدم لكم العداء البطل ديالنا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الإفريقي في مسافة 100 متر و 400 متر و 200 متر، والحمد لله ده الرقم قياسي في بالنسبة للمغرب في مسافة 400 متر وفي 200 متر. وكنتمنوا لي ان شاء الله التوفيق ومسيره موفقه ان شاء الله بحول الله ثاني هذه السنه. كما العداء ديالنا راه الحمد لله وصل لكينيا بخير وعلى خير ودوز المسابقه في احسن ما يكون، والحمد لله وجه الحمد لله بالسلامه، ونتمنوا ليه التوفيق. كما كيقول السي سهيل راه فرحان بزاف وفرحان بزاف فرحان بزاف في هذه الميداليه اللي خدا، وحتى الرتبه اللي خدا مع المنتخب الوطني الرتبه الثالثه الحمد لله افريقيا، راه مرتبه مشرفه بزاف للبلاد وبالنسبه للاقليم اليوسفيه والشماعيه وحتى اللويحات في المقر ديالو فين كيقطن السيد العداء ديالنا، ونتمنوا ليه التوفيق ان شاء الله بحول الله. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.